ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. أنا أون سلام، أهلا بكم. أي شنو تو؟ ما زلت مطولة حكاية الانتخابات هذه؟ أعطونا أخويا رئيس ولا رئيس حكومة جديد خلنا نتفارعوا معاه، قصدي خلنا نتفاعلوا معاه. شو كيفاش وليت البلاد مسيبة؟ بون هي عندها سنين مسيبة الحق بتاع ربي، أما نحكي على ارتفاع منسوب التسيب. عندك زادة نسبة السبان زادت برشا. توا وليت الوزارات تكلاشي في بعضها. الحكاية صارت قبل بين التربية والصحة، وتوا هاي تعاودت بين التربية والتكنولوجيا. صحيح، معروفة التربية من قديم الزمان شعراوية وتنغر فيسح. أما توا التصعيد وصل لدرجات غير مسبوقة. الضرب ولا بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة. إيه نعم، هاي الشروق سميتها صراع على قيادة العائلة الوسطية. هاي رجعت. والمغرب سميتها حرب على إعادة التموقع في العائلة الوسطية. لو كوتيديا قالت لكم ابخي لاكوزي دو رانا شاهد سوبيغاتيل لا ماليديكسيون دو بيجي قايد سبسي. يوسف شاهد ريبون عبد الكريم زبيدي ما ديميسيون انترينرا تون ديبار. هل سيصاب الشاهد بلعنة البيجي قايد سبسي؟ الشاهد يجيب عبد الكريم زبيدي استقالتي سينتج عنها رحيلك. ما عاد سي عبد الكريم قالوا استقيل. يا اخي سي يوسف قالوا استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة كل الحكومة يا حاج، وينك في الدستور والفازات؟ بيزيدوا قولوا لي تونس ماهيش استثناء ونموذج ما فماش خوه في الكون بأسره. عمركم شريت واحد يطالب عرفه بالاستقالة؟ تخيل انت معناه يبدأ عارفك في الخدمة مفيق هيلك ومغلب عليك اي واحد في بلاستيك، يا باش يقعد ويستحمل ويسكت على نفسه يا باش يستقيل. اما انت لا تعمل لهذا لهذا، انت تصنع المفاجأة وتعملك الطالب عارفك بالاستقالة، اي لازم هو يستقيل وانت تقعد لايكو بوس، وبرا هو البوس في عالم الواقع. احنا رانا استثناء تونسي، ما على بالناش بالتفاهات هذيا، احنا راو ما على بالناش بالواقع بصفة عامة، فهمت؟ توا يوسف كلاك بوت بصفة عامة 360 على الرابع. واي حد ينجم يطالبوا بالاستقالة. اما يا رسول الله مش وزير يخدم معاه يهديكم، راو مش هكا، ومش قبل الانتخابات اللي باش تطلع رئيس الحكومة جاي بجمعتين. دي سيد كان خسر باش يروح بتبيعته، وكان ربح باش يقعد غادي بالإرادة الشعبية. فاش تعمل يا سيد الوزير؟ تي انت بيدك كان تستقيل باش نضربوا شهرين ثلاثة بلاش وزير دفاع، حتى لين تجي الحكومة جديدة بعد المفاوضات والمناوشات والتوافقات. تي شنو تو؟ اي يهديكم، صليوا على النبي وسعوا بالكم. يا سي عبد الكريم نحيك الدبابة من يدك، عايش خوي سايب علينا. يا سي يوسف سايبك الدوسيات ورجع البواد درشيف منين جبتها يهديك. شنو تو؟ اش مازال رام جمعتين ونتفرتوا الكل، ما تزربوش كما قالت الأستاذة كلكم راحلون.